السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم في بعض الألعاب الرياضية كالكاراتيه مثلا يحيي اللاعبون بعضهم بعضا بالانحناء، فوقد يكون بعض اللاعبين ليسوا مسلمين يعني، فهل هذا الانحناء يعد من الجواز أو المحرم أو الشرك؟ لو فصلتمونا في هذه المسألة الشيخ بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام رسول بعد، فإن التحية بالانحناء قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: الرجل يلقى أخاه أفينحني له؟ قال: لا. قال: أفيقبله ويلتزمه؟ قال: لا. قال: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. والحديث قد حسن إسناده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وأيضا كذلك فإن الانحناء هو ركوع ناقص كما يقول شيخ الإسلام تيمية، وهذا قد نهي عنه، إذ أن الركوع والسجود عبادة لله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن تصرف لغير الله. فلهذا كان الانحناء أو كانت التحية بالانحناء محرمة في قول جمهور أهل العلم. وأما إذا كان الانحناء بالرأس فقط دون باقي أو سائر الجسد، فإن الإمام النووي رحمه الله تعالى ذهب إلى الكراهة، وذلك لأنه لا يشبه الركوع والسجود، ولكن كره لأن فيه شبه للانحناء، ولم يصل إلى التحريم لأنه ليس بركوع ولا بسجود. وهذا الذي أراه والله أعلم هو أنه إذا كان اللاعب ينحني فقط برأسه فإن هذا لا يصل إلى التحريم، وإنما يصل إلى الكراهة. وما إذا كان ينحني بجسمه بحيث يشبه الركوع، وإن كانت يداه لا تصل إلى ركبتيه، فإنه حرام كما ذهب إليه جمهور أهل العلم. وأما عياذا بالله إذا كان الركوع تاما فهذا لا خلاف في تحريمه، وهو أن يصل أو تصل اليدان إلى الركبتين، أو بحيث لو وضع يديه على ركبتيه لوصلتا إلى ركبتيه، هو انحناء شديد، هو ركوع تام، وهذا لا خلاف في تحريمه عند أهل العلم. إذا كان عياذا بالله يفعل ذلك تعظيما لغيره، فالذي حكاه أهل العلم أن ذلك كفر، وذلك لأنه صرف الركوع لغير الله عز وجل، وهذا إذا فعله على سبيل التعظيم. فالحاصل إذن أنه إذا انحنى بظهره دون ركوع تحية وليس تعظيما للذي ينحني له، فإن ذلك حرام في قول جمهور أهل العلم. وإذا اكتفى في أثناء التحية بانحناء رأسه فقط، فالذي أذهب إليه هو ما ذهب إليه وأفتى به الإمام النووي رحمه الله تعالى بأن ذلك مكروه ولا يصل إلى التحريم، وهذا كله إذا كان على سبيل التحية. وأما إذا انحنى بظهره تعظيما للذي ينحني له، فإن جماعة من أهل العلم قالوا بأن ذلك كفر بالله عز وجل وشرك، وذلك لأن الركوع والسجود لا يكون إلا لله.